على كاسكروت غادي نشوفوا معك دكتورة سناء العنادي. الكاسكروت واش وجبة صحية او لا؟ شنو قيمتها؟ فوقاش خصو يتخاد؟ شنو البديل باش نعوضوا مجموعة من العادات الغذائية اللي كيبان انها كتخلي الناس يزيدوا في الوزن سواء رجال او نساء؟ وكذلك ملي كنهضروا على كاسكروت كيفاش نعودوا الاطفال ديالنا على واحد الكاسكروت او غوتي في الحقيقة اللي يكون صحي على حسب الحاجيات ديال الجسم؟ يلا خرجت من العيادة كنسلم كثير على إيمان أم سلمى وسليمان، فهي سيدة عاد تعرفت عليها اليوم، قالت لي واحد الحاجة، قلت لها اليوم غادي نذكرك في الإذاعة لأن هذا هو موضوعنا اليوم. مرحبا بك. منين سولتها على نظام التغذية ديالها، قالت لي أنا حتى السبعة السبعة ونص كندير الكوتي ديالي. شنو كاين في الكوتي؟ كنقدر ناخذ ميلفوي زائد ارتيب زائد الخبز والفرماج او الزيت، او كناخذ المسمن والبطبوط والكيك. قلت لها العشاء، قالت لي لما كانت عشاش مثلا كل هادشي ما كانت عشاش. قلت لها هذا صلب الموضوع ديالنا ديال اليوم، وانا بغيتك تكوني على الاستماع وكنسلم عليك كثير، فهي واحد السيده رائعه وكتدخل في القلب كتجري، وكنتمنى انا وياها نديروا واحد رحله ديال نضال ضد الكيلويات اللي تراكمات عندها. وتنظن بان المشكل الاساسي في التغذيه ديال ايمان هي هذه الوجبه اللي تكلمات لي عليها، واللي اليوم هي المحور ديال الموضوع ديالنا. حديث مغزل. اي سؤال عندكم مرحبا بكم معنا مباشره على رقمنا 0522 77 24 24. مرحبا كذلك بتعليقاتكم او اسئلتكم للدكتوره سناء العناني عبر الصفحه ديالنا الاصليه الرسميه دائما سناء الزعيم اصوات، اللي فيها على الشمال استمع لمباشر راديو اصوات. شنو اللي كيطرا عاده دكتوره سناء؟ لانه ملي كنقولوا الكوتي ولا ديك كاسكروت، شنو اللي كيطرا؟ شنو كيطرا؟ كيفاش كيتخاد هذا الكاسكروت؟ اولا توقيت الكاسكروت امتى كيكون؟ في الواقع كنساو بان خصنا نخليو في المعدل 4 ساعات ما بين الوجبات. هذه خصنا نحفظوها كقاعده الا بغينا نتغلبوا على السمنه والزياده في الوزن. هنا السيده كتكلم لي على 7 7 ونص، هذا ما بقاش وقت الكوتي، هنا ولات وقت العشاء. ولا جينا نشوفوا هاد السيده فوقاش تغدات، غتكون تغدات مع الوحده ولا الوحده ونص، اذا راها تعطلات بزاف على بد ما تاكل شي حاجه اخرى من بعد. معلوم ان صافي الطاقه ديالها اخوات، وخصها تستمد الطاقه من اطعمه اللي ذات سعرات حراريه عاليه. عليها كتمشي الحلاوة إلا لاحظتي، غتمشي الميلفوي. علاش؟ لأنها حلوة كتستمد من هذيك الطاقة اللي هي منعاد ما عندها، لأن بطبيعة الحال بقات 6 سوايع بلا ماكلة. معلوم خصها تقلب على شي حاجة اللي تنعشها. كتقلب على العجائن، إلا لاحظنا بأن هذا الأكل ديالها كامل فهو اللي ماشي سكر بطيء فهو سكر سريع، وغالبا نعتبر غتاخذ المسمن ولا غتاخذ البطبوط، راه ما غتاخذهمش ناشفين ولا بد غتزيد فيهم يا اما شي حاجه من الدهون، جبن مثلا او حلاوه كالعسل او زبده والعسل او زبده والمربى. هنا السيده ما كتاخذش اللحوم بصفه نهائيه في العشاء، وانا دائما تنأكد على ضرورة تواجد على الاقل 100 غرام او تقريبا 100 125 غرام على حساب الوزن وعلى حساب واش سيدة او رجل، ديال العشاء ديال اللحوم البيضاء، يعني سمك او دواجن ضروري خصها تكون حاضرة في الليل. علاش؟ باش ما نفقدوش رصيد ديالنا ديال العضلات، لانه هو رصيد اللي عنده قيمة عالية وخصنا نحافظوا عليه. ماشي رحنا محتاجين، الا ما خديناش البروتينات غنمشيو نقلبوا عليها في المخزون وغنضيعوا الرصيد ديالنا اللي هو نورمالمون خصو يكون غالي وثمين ما نفرطوش فيه. اسئلتكم مرحبا بها معنا على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. غادي نواصلوا معكم في موضوعنا اليوم والكاسكروت، وغادي نشوفوا طبعا اسئله المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم للتواصل دائما على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. وما تنساوش
الهدية اللي كتنتظركم، بعثوا كلمات أصوات أو عفوا كلمات حديث أو حديث ومغزل على رقمنا 5590 رسالة 6 درهم مع احتساب الرسوم، ومرحبا بكم واغتنموا فرصة الفوز معنا بهدايا البرنامج. غادي ناخذ بداية جليلة معنا من مكناس. أهلا جليلة، صباح النور. صباح الخير أختي سناء، كيف قيتو؟ الله يبارك فيك. كيدايره مع الكبيره الدكتوره لاباس عليها؟ الله يبارك فيك جليلة. بغيت نسولك أختي نساء، أنا دايره واحد الريجيم بديتو من 13/4 13/4 كنت كنوزن عليه 87. نعم. عندي متر 64. نعم. متر 64 وعندي 45 عام. إذا لقيت الريجيم اليوم عبرت الصباح لقيت 70.5. برافو عليك. المهم طيحت علي 17 كيلو تقريبا. 17 كيلو، برافو عليك. بلاتي هذه كتستاهل، ما عندي ما نسالك. وجليلة هذا الشيء حصلتي عليه بوحدك؟ بوحدي يعني انا كان المهم انا بحكم حتى اني زعما كنقري الاسبيتي كنعرف هاد يعني المواد اللي كان ناكلو البروتينات السكريات الكالوريات. فضل البرنامج باش تبعت نصائح وفقدت 17 كيلو. برافو عليها. غير المشكل اللي عندي انا فاش كيجيني الجوع دابا بين الوجبات كناخذ انا الديسير ونقدر نبالغ فيه، يعني ناخذ بزاف ديال العنب مثلا طبصيل هكا فيه جوج عناقد كبار ولا ومبقى جالسه مثلا حتى القراسي كملتهم مثلا ولا ولقيت بان الوزن ولا ينزل بصعوبه، يعني فيه ينزل بصعوبه. اكيد يعني ما عرفتش نبدل باللوز ناخذ كميه كبيره عاوتاني غادي لقيت الوزن بحال ولا استقرا معايا شويه يعني ولا صعيب شويه باش يطيح. سؤال مهم، سؤال مهم ديال السيدات اللي داروا ريجيم او حميه وفقدوا الوزن، شنو هو الكوتي ولا لي زونكا؟ يعني شنو هما داك الامور اللي ممكن تاكلهم السيده ما بين وجبه وجبه ملي كتجيها سخفه الجوع؟ دابا جليله راها عارفه شنو عرفات المشكل ديالها، راه حطات نقطه ولكن بالنسبه لمستمعاتنا سؤال مهم، حطات الاصبع ديالها على المشكل ديالها وفهماته. مشكلتها ماشي النوعيه ديال الاكل ديال الكوتي، بالعكس مزيان تاخذ فواكه او فواكه جافه فهذا مزيان. مشكلتها وهي فهماتها هي الكميات اللي كتناول. ياك جليله كثيره، هذا اللي من معناه ان مثلا كناخذ الفواكه. انا نقول لك شنو يمكن لك تاخذي مثلا في الصباح، كنقدروا ناخذوا فاكهه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مرض السكري الله يخليكم باش ما نعموش، كناخذوا فاكهه حتى جوج الفواكه نقدروا ناخذهم في وجبه ديال الفطور الصباح او مع ال11 ديال النهار، ونقدروا عاوتاني كذلك ومثال ناخذوا فاكهه حتى لجوج الفواكه في العشيه مع ديك ربعه لخمسه ديال العشيه. ولكن خصني نعرف بعدا شنو هي معنيه فاكهه العنب اللي تنتكلم عليه. فاكهه هي 100 غرام ديال العنب، نعبرها ولو مره واحده باش نعرف شنو معنيه فاكهه. يعني انا اذا مشيت ل 200 غرام فهذا اقصى ما يمكن ناخذ ك وجبه ديال العشيه ديال الكوتي الا غناخذو غير هو بوحدو، حنا متفقين. اما الا بغيت العنب وحاجه اخرى فكنراعي مثلا بالنسبه للتفاح، تفاحه وحده هي فاكهه، بالنسبه للعنب كيف قلت لكم 100 غرام، بالنسبه للليمون ليمونه وحده، بالنسبه للمندرين جوج اربع د المندرينات، بالنسبه للكيوي جوج كيويات، بالنسبه مثلا البطيخ فهي بطيخه صغيره او الربع ديال البطيخه كبيره، بالنسبه شنو نقولوا مثلا اللوز مثلا اللي غنبغي ناخذ غناخذ واحد الحفنه ديال يدي غير مملحه، يعني كتجي تقريبا واحد 17 اللوزات هكاك باليد ولكن غير مملحه لان حتى الملحه كتشد معها الماء. الا عرفت انا هاد لي زيكيفالونس بحال هكا نعرف كيفاش نتحكم في الكميه. ودائما الكلمة السر ما عمرني ما نقلب على الشبعه شنو ما كليت، اياه فيهم فوائد، اياه سكر طبيعي، اياه فيهم فيتامينات، ولكن اذا بالغت فيهم غادي يسمنوني او على الاقل ما غيخليونيش نضعف. المساله مساله تحديد كميات فهي ضروريه، ودائما ما نقلبش على الشبعه لانه شنو خصني ندير؟ الوزن ديالك كان 87 كيلو، يعني الجيب ديال المائدة ديالك كان الحجم ديالو مغي زعما مختلف على الحجم اللي هو فيه اليوم، وانت عندك
70 كيلو ونص ماشي نفس الحجم، وباش توصلي ل 65 راه الحجم ديالو عاوتاني خصو يصغر مازال شويه. حنا مواصلين معكم مباشره دائما في حديث ومغزل، وغادي نختموا طبعا مع جليله، ومازال عندنا فاطمه الزهراء وناديه اللي غادي حتى هما نجاوبوا على اسئلتهم مباشره على راديو اصوات. وبغيت نقول لكم مستمعاتنا على انه اليوم موضوعنا مع دكتوره سناء العناني هو الكسكروت، وهذا السؤال ديال السيدات اللي دايرين حمية الخلاصه ديالو انه خاص السيده تاكل امور اللي كيف شرحتي الاخت فاتحه جليله عفوا، خاصها تكون يعني خفيفه باش ما غاديش ترجع ليها الكميات تراعيها، حيت واخا تمشي المسائل اللي هي طبيعيه بحال الفواكه او فواكه جافه، ولكن الا بالغات في الكميات فهذا ما غيخليهاش تضعف او على العكس يقدر يغلظها. معنا فاطمه الزهراء من سلا. اهلا فاطمه الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس الحمد لله. لاباس الله يبارك فيك دكتوره ديالنا. الله يسلمك لاله فاطمه الزهراء. الله يسلمكم بارك الله فيك لاله، الله يخصكم علينا، شكرا بزاف. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا لاله فاطمه الزهراء. شنو سؤالك؟ السؤال ديالي انا عندي 51 عام وعندي السمنه اييه، وعندي السكر ديال الرينجيم، ما تندير لا دواء لا والو، هو الكوليسترول والطونسيون غير الرينجيم. نعم. وبديت هذه 15 يوم نظام غذائي اللي تتقول لنا الدكتور ديالنا. هو كسكروت اللي باقا كل خطره واش ندير، خطره ناكل تفاحه، خطره ناكل دانون مسوس، خطره. نعم. كل هذا اللي كاين، وهذه 15 يوم نقص 5 كيلو. ما عرفتش هادشي صحيح ولا لا. ايوا هنايا ان شاء الله دابا غادي نشوفوا معاك واش هذا النظام اللي تبعتيه واش موالمك ولا لا. دكتوره سناء العناني شنو تقول لفاطمه الزهراء؟ انا بغيت غير نسول فاطمه الزهراء، واش انت اللي قررتي بانه ما غاديش تاخذي الدواء غادي ديري غير حمية، ولا الطبيب ديالك اللي شرع لك بانك خصك ديري حمية بلا دواء؟ لا بلا دواء، هما قال لي سيدي داك الطبيب اللي قال لي عندي الحميه ديال الزيوت وداك الشيء المقلي والسكر والعنب في خطره وحده، حيدوريه والبنان خطره وحده، هذوك اللي ما تاكليهمش. لا الطبيب اللي قال لي هذه الحميه ديال بلا دواء، حيت هنا تنتكلموا على سمنه، انا ما عرفتش شحال لقيتي في السكر وشحال لقيتي في الخزان عليها كانت سائل، ولكن عندنا ربعه ديال المسائل اللي عندهم خطوره على القلب والشرايين، السمنه، السكري، الكوليسترول والضغط. هنا ما عندكش خيار، الطبيب اللي مشيتي عنده، مشيتي عند ديال القلب، مشيتي عند ديال الغدد، الطبيب ديال المفاصل، الطبيب اللي غتمشي ليه غيقول لك خصك تضعفي بعدا. ولكن المراقبه خصها تكون باستمرار، ما تضعفي معلوم غادي يقاد لينا، غادي يهبط لينا الارقام ديال لي شيفر طونسيونيل ديال الضغط، ولا بدا غادي الكوليسترول حتى هو يتقاد خاصه الا كان جاينا من الاكل. اما اذا كان عندكم وراثي فضروري غادي خصك تاخذي الدواء. انا نظري ما عندكمش وراثي، اذا غيكون هادشي كله متعلق بهاد السمنه. شتي دابا هادشي كله اسناء جاينا من كلمه واحده، السمنه. السمنه هي اللي كتخزن فيها السكر، وهي اللي كتخزن لنا الكوليسترول، هي اللي كتطلع لنا الضغط الدموي، هي اللي حيت كتخنق العروق، هي اللي كدير لنا هذه المسائل كاملين كلها. يعني اذا حلينا المشكل الاساسي تحل كل شيء. انا نقصت 5 كيلو في 15 يوم، هذا ممتاز. شنو معنيتها؟ معنيتها انها كانت عامره حتى بالماء، ومنين حبست داك الحلاوه المفرطه اللي كانت كتاخذ تفشات، لان داك الحلاوه او الملحه او الليدام كيشد معاهم الماء في الاكل. فين كنحبسوهم كنلاحظوا بان في الاول الريجيم دائما كنقصوا بزاف، هذا ماشي معناته انا كنقصوا الشحمه، يا ريت كانت هذيك كل شحمه كتمشي، ولكن حتى هي مزيانه الانسان تيخفاف، كينقص داك الماء اللي كيكون حاصل ما بين الخلايا، هذاك هو اللي كيمشي في حاله. المعدل اللي خصها تنقص به فاطمه الزهراء هو كيلو في الاسبوع باش نمشي بشويه عليها، ولا بد خصها نظام غذائي اللي متوازن، خاصه ان عندها مشكل ديال السكري، تحيد السكر السريع طبيعه الحال، ولكن السكر البطيء ولا بد خصو يكون حاضر، وحاضر في الوجبات بثلاثه. ولكني نعرف شنو هو هذا السكر البطيء، السكر البطيء هو اللي كاين في الخبز، هو اللي كاين في لي بات،
ولكن في العدس ولكن في اللوبيا البيضاء ولكن في الرز في البطاطس هادو ما يمكنش نجي ونجمعهم في وجبة واحدة. واحدة فيهم ضروري خصها تكون حاضرة، وإلا حضرات كيسقطوا الأخرين. إذا غير حاجة واحدة هي اللي تحضر، وتا الكيفية ديال كيفاش غادي ناخدها. دائما كنحاول طريقة الطهي مهمة جدا، لا بالنسبة للبات أو للروز أو لا أو للبطاطس. ما خصش تكون طيبة بلا قياس، لأن مؤشر ديال السكر ديالها كيرتفع. دائما تنأكد أنه خص ضروري يحضر واحد الخضرة ذات لون أخضر، ماشي الجلبانة والفول، ولكن اي خضره اخرى ملونها اخضر. نعم. يعني تبارك الله راه موجود عندنا بزاف المسائل في الاسواق، كاين القرعه، كاين اللوبيا، كاين السلاوي، كاين الملوخيه ملي كتكون وقتها، الخرشوف، البروكولي، اي خضره لونها اخضر مزيانه كتهبط لنا داك المؤشر ديال السكر ديال هاد النشويات. وبروتينات تكون حاضره، شنو ما كتب الله، يا بيض يا حوت يا لحم يا دجاج، شنو ما كتب الله يكون حاضر، حتى هو كيساعد بانه كينزل لنا داك المؤشر ديال السكر. تنظن الا نقصتي من الوزن غادي تغلبي فاطمه الزهراء على هاد الامراض بربعه بهم. شتي داك بعصفورين بحجر واحد، حنا ربعه د العصافير بحجره واحده. غير الى راينا شنو كاين في المائده ديالنا. تهلا في راسك فاطمه الزهراء، وكنتمناو لك الاعتدال دائما والصحه والسلامه. من سلا غادي نمشيو لبني ملال معنا ناديه على الخط، وغادي ناخذ كذلك اسماء. دائما حنا مباشره معكم على راديو اصوات. اهلا ناديه. كي دايره اختي سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بك معنا. دايره مع الصحه بخير، هانيه، فرحت اليوم اللي كنت معاكم. انا فرحانه. امين امين. والله كنت دائما وبحال الا انت كنتي معنا هنا في زين الناس. الله يبارك فيك. كي تدورينا وتاكلي غير الخضار والفواكه. ان شاء الله ان شاء الله. والجو عندكم دبني من الليل غزال. التربيه تنقول يا ريت كون لقيتكم وطوالي. الله يبارك فيك، الله يكبر بك. الله. شكرا شكرا بزاف ناديه. فرحانه ملي رجعت لينا الدكتوره ديالنا سناء العناني. تفضلي. انا عندي 48 سنه، والعكس ديال هاد السيده اللي دوات. نعم. هي عندها السمنه وانا نحيفه شويه، عندي 48 سنه. وعندي في الوزن ديالي 64 تنوصل حتى ل 65، ما كنفوتهاش. اييه. وتنطيب انا في الكوزينه، ما خداماش، ديما في الكوزينه. دائما الطلبات ديال الوليدات عندي بنيته الرباط دايره لي في السكر، وعندي وحده خدمات ليا دابا ما شاء الله في زياماني زايده في 2002. الله يخلي لك بنياتك. دائما الطلبات ديالي وتنطيب وما تناكلش، وديما الكوتي تندير فيه البلبوله فيها زيت العود، وعندي النخاله ودايره في الطيلات، كل واحد بالسميه ديالو كل لون. دابا البلبوله في السطل، النخاله الغليظه في السطل، الرقيقه في السطل، وكندير فيهم شويه ديال الثومه باش ما تدوزش ليا. اييه. ودابا اختي انا كنطيب مثلا، طيب في الطاجين مع الغدا والشليطات والخبز في النخاله، ما تيبغيش يتكل ليا ما عرفتش كيفاش. والبوتي ديما تندير الملوي ولا بطيبيطات عامرين ولا. ولكن ما تاكليش، تصوبي ولكن ما تاكليش. ما عندكش الشهيه. ما كناكلش، ديما انا شبعانه. ما عندكش الشهيه. ودابا انتيا شحال في الطول ديالك؟ ديما راه انا معاه مشكل، تيبقى يقول لي بالشحه معاه هو سمح، وتنصق لي وتنكتبها بالعربيه، تنترجمها بالعربيه، تيبقى يقول لي سير سير اتي سميني فرقان، زعما ديك البرا الرقيقه، تيقول لي ولي عاد كولي. شحال في الطول ناديه؟ ما تيجي على 4 شهور 5 شهور، وتنشوفو 20 يوم في الكونزي، فهمتي؟ ودابا ملي شد لانتريك تيبقى يقول لي كولي مزيان يا اختي، وبغيت الدكتوره والله يطول. واخا على راسنا وعينينا، غير يغلاضوا لي شويه الرجلين والصدر، ما عنديش ولود عقليه. الله يطول عمرك. يعني انا كنحس بك وفهمنا هالطلب ديالك ناديه. ناديه فهمنا الطلب ديالك، انه بغات تبان عندها الانوثه ديالها. هذا طلب اللي كنتوصلوا به من اخوات كثارات. احنا بغينا ناديه تقولي لينا شحال في الطول باش نعرفوا ذاك الوزن اللي هضرتي عليه ديال 64 كيلو، ما نعرفوش شحال في الطول. انا
الطول الشحاله ديما عبات الطول كانت يقدر يكون يمكن المهم انا مقدره بحال بنتي كانت دوزات جوندارم كاني شحال شحال واخا متر و70 متر و70 بالنسبه ل 64 كيلو دكتوره سناء هي بالنسبه لي انا وكيف كنشوفها انا فهو وزن مثالي للطول ديالها يعني هذه خصها تكون مانكا ما شاء الله ولكن المساله هي انه كاين تقاليد كاين واحد النظره كيفاش كنشوفوا المراه المغربيه في بعض المناطق اللي بدات كتغير في تنظن بان حتى كاع في المناطق الصحراويه اللي كيبغيو الغلظ واللي كيديروا عارفين بانهم عندهم عادات وتقاليد ديال بزاف المسائل اللي كيديروها ماشي تنقول لكم جرعه مزيانه للصحه ولكن غير التقاليد ديالهم حتى هما بدات كتغير عندهم هذه النظره ولينا كنشوفوهم في العيادات عندنا اللي كيجيو كيقلبوا على شكل اخر شكل جديد شكل اللي كيساير العصر الجديد اللي ما بقى ولا رافض هاد السمنه وهاد الزياده في الوزن بالنسبه للناديه انا نظري الوزن ديالك راه رائع قول ليه قالت لي الدكتوره انني سناء قول لي راه قالت لي مان كان يعني عارضه ازياء مترو 70 تبارك الله و 64 و 65 كيلو فهو رائع بالفعل عندها يمكن تزيد حتى لكاع واحد 5 كيلو مازال اخرى ممكن شنو كيوقع لنا دي انا ظنيت بانها كتدرك مسكينه في التوجاد ويمكن كتفرق هذه لبنتها وهذه لبنتها الاخرى وهذا كتدرك معاهم وتتنسى راسها كيف الاميمات كاملين دائما تسبقوا الوليدات بحال كثير من الامهات وداك الشطنه ديالها في قلب الكوزينه يمكن كتسقم ما تتبقاش تقدر تاكل ولكن شنو خصها دير هي تنظم اوقات الاكل ديالها يعني يمكن في وقت اولي غادي ترغم على نفسها انها غادي تاكل شنو غادير غتصوب تبصيل بحال هكا اللي توجد فيه شنو كتاكل حنا الحمد لله كنهضروا تنتكلموا على الغذاء كيفاش يكون متكون بان خص خضار خص يكون لحوم خص يكون السكر بطيء تكون هاد التركيبه هكا كامله فوج بهذا الغداء وندير الشويليدات رغم على نفسي انه مع الوحده مثلا بالضبط ماشي كناكل وقفه في كوزينه ما عرفتش راسي شنو كناكل بل كنجلس تنحط داك التبصيل قدامي في الاول نقدر ندير كميات قليله ونبقى غادا كنزيد بشويه حتى نولف هذيك الكميه اللي هي معقوله يعني الا بديت في الاول غير ب 100 غرام في وجبه ديال الغداء مع العلم انني نقدر نمشي حتى ل 150 غرام الا كان لحوم بيضاء او الا كان دواجن او لحم احمر ونقدر نوصل حتى ل 180 غرام او 200 غرام الا كان المساله كتعلق بالسمك في الاول بدا غير ب 100 غرام وديري الخضر معاها طيبه او خضره كيف ما بغيتيها وناكل بتاني وناخذ فاكهه وبالنسبه للناديه تحاول تدخل حتى الاجبان جبن في الوقت ديال الغداء نعم. او ياغورت غير صغير بحال اللي كنعطيو للدراري الصغار تولف تاخذو في الغداء حتى الا ما قداش تاكل هاد العناصر كاملين تفرق ماشي مشكل ناخذ دابا وعلى راس ساعتين مثلا بدا كناكل ماشي على راس اربع سوايع بحال الناس الاخرين اللي كنقول لهم خصهم يضعفوا يمكن هي لو ريتم غادي يكون هكا على ساعتين تكمل الوجبات ديالها نعم تنظن بانها غادي تقدر بحال هكا تحكم في الاكل ديالها خلال اليوم عندنا نفس الموضوع يعني هاد السيدات اللي عندهم النحافه مثلا خديجه علوي على الصفحه ديال الفيسبوك اللي كنسلم عليها وكنسلم على كل الاخوات اللي تفاعلوا معنا حتى هي كتقول لنا بغات تزيد في الوزن وكتلقى صعوبه يعني لا بقات بمشقه الانفس يلاه كتزيد كيلو واحد في مده ديال 4 شهور وباش كتنصحيها دكتوره بنفس الامور بنفس النصائح هي في المعدل في الواقع الا تبعات مزيان وضبطات اوقات الاكل ديالها كتزيد 2 كيلو في الشهر نعم. ماشي كيلو في 4 شهور ولكني خصها تضبط اوقات ديال الاكل ديالها نعم حاجه اخرى بزاف الناس اللي باغيين يغلاضوا كيمشيو يقلبوا على الحاجه اللي هي ميدومه على الحاجه اللي هي حلوه بزاف الحاجه اللي هي ميدومه راه عسيره الهضم وكيتمحنوا موراها المائده ما كتقدش تهضمها وبالعكس
غادي تاثر على الوجبه المواليه وما غتخليهمش ياكلوا. نعم. الشتاء بالنسبه للفواكه ما عمرني ما كنعطي الموز مثلا في خلال اليوم، الموز كنخليه هو الفاكهه ديال اخر اليوم لانه ثقيل، الا خداه بنهار يقدر ما عاوش يتعشى ولا هذا. ام سكينه كنشكرك وكتسلم علينا، كتسلم عليك مريم بركات، كتسلم على دكتورة سناء العناني، وكتقول لنا انا مستمعه وفيه وبفضلكم خسرت 30 كيلو ما شاء الله. يلا حنا كنقول لك ام سكينه هنيئا هنيئا وبرافو. انا راه درت لك هذيك الصوره فيها هذاك هز الكاس والميداليه، تبارك الله عليك ما شاء الله. عندنا امال زيني اللي كتقول لنا ولدها عنده 4 سنين في الروض، اشنو تعمل ليه في الغذاء باش يكون صحي ومتوازن؟ ملي كنتكلموا دكتوره سناء العناني على الكوتي ديال الدراري كسكروت، وكنعرفوا وليداتنا علاش ما ربيناهم وعودناهم علاش ما غادي يولفوا، شنو اهم نصيحه ملي كنهضروا على موضوع اليوم اللي هو الكسكروت بالنسبه للروض؟ انا نظري كاين بعض المدارس اللي واصلين واحد الدرجه من الوعي انهم كيديروا داك الكوتي كوليكتيف، واحد كيجيب الكوتي القسم كامل وما كيجيبش اي حاجه، تتكون المدرسه هي اللي كتخصص نهار اثنين كنجيبوا مثلا خبز وجبن او خبز ومربى، شي حاجه اللي هي بسيطه، او لا مثلا ثلاث نهار ديال الفواكه، مثلا نهار الاربعاء بحال هكا كيمشيو كيعطيو كل نهار شنو الطفل يمكن له يجيب القسم كامل، اذا عمت هانت. منين الطفل كيشوف بانه ديك البنيته اللي حداه كتاكل نفس الشيء، داك الوليد اللي حداه كياكل نفس الشيء، تيولي واخا ما يمكن داك الشيء يقدر في دارهم ما غاديش ياكلو نهائيا، ما يمشيش يقلب عليه، وبحكم انه الوليدات الاخرين كياكلوه كيمشي ياخذو. اما اذا انا بغيت عندي واحد الدرجه من الوعي وبغيت نعطي لوليداتي نولفهم الفواكه الجافه نعطيها لهم في الكوتي ديالهم او فاكهه يديوها معاهم، كتولي هذيك الصغيره راه عندها غير 4 سنين ولا 5 سنين ولكن كتضحك عليه، وانت بيبي وانت جايب هذا الشيء، انا جايبه بيسكوي وانت شوف شنو جايب، حيت داك البيسكوي الغلاف ديالو مثير، نعم الشكل ديالو جذاب بالنسبه للحلاوه والسكر، كيشوفوه في التلفازه كينقص به شي وليد، اذا بالنسبه ليهم راه هما بحال داك الوليد اللي كينقص في التلفازه. إذا قدرنا نفرضوا هذا الشيء للمدارس ديالنا بحكم جمعية الآباء، بحكم غير كفرض واعي وصل لواحد الدرجة الوعي، ما فيها بس نمشي ونطرح هاد الفكرة على الإدارة، وتنظن بأن ما كاينش إنسان غادي يرفض بحال هاد الفكرة، فهي فكرة ممتازة كدار في بعض المدارس وما كنحتاجش تعمم. وفعلا وتجربة رائعة اللي كيديروها، ومنها باش أيضا المدرسة كتساعد فهاد الدور هذا ديال التربية على عادات غذائية سليمة، وتربية الأطفال راه كتقاسمها الأسرة والمدرسة، لأنه الوقت اللي كيدوزوا وليداتنا في المؤسسات التعليمية تهو وقت ماشي سهل. معنا وفاء من الدار البيضاء اللي عندها أيضا سؤال. صباح النور، مرحبا بك على راديو اصوات وفاء. صباح النور لاله سناء، لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. واخيرا شفتكم صافي لونطو، انا كنعيط. مرحبا مرحبا وفاء. هادشي البارح كنت بغيت نهضر مع الدكتوره في الدواء السعداني، ما شدليش التليفون مي اوجوردي تشد لي. المهم الوغ لا كيستيون ديالي سيكو انا فيا 1.64 متر 64 وكان اخر مره تعبرت كان فيا 63 عندك 63 كيلو مزيان. وكانت كنت ذاك العام وصلت ل 70 والحمد لله نقصت ورجعت وعتقت راسي باسكو كنت غادي نفوت العبار وكنت نفوت القياس، مي الحمد لله رجعت. وهذا دابا المشكل اللي كتهضروا عليه على الكوتي، انا عندي اشكاليه، انا كندير الكوتي ماشي الكوتي، كنجمع كوتي وعشا وكلشي مع 8 ونص باسكو ولادي كيدخلوا مع 6 كنعطيهم شي حاجه خفيفه كياكلوها اوبليغاتوار، راجلي كيدخل حتى 7 ونص ما يمكنليش ندير كوتي وعاود ندير العشاء امبوسيبل. يعني الا بقيت هكذاك غادي ناكلو حتى 11 ولا 10 وما يمكنش ناكلو حتى 11 ولا 10. انا كنجمع كلشي داكشي اللي كيقولوا كلو المالح وكلشي كنجمعو في شنو كدير في وجبه واحده. شنو كدير في هذه الوجبه؟ يا ريت تقول لنا شنو كديري في هذه الوجبه اللي فيها عشاء وكوتي. مثلا بحال دابا مثلا الا في الشيء باغ اكزومبل كنكونوا دابا تغدينا في الشيء كيجيو وليداتي كنعطيهم خبيز او لا حريشه او لا شي حاجه خفيفه هكا، في الليل يا اما كندير لهم البيض المسلوق وكنحط
لو مع هذاك الشيء الحلو صافي ديك الشيء الراجل ضروري خصو شي حاجه حلوه في الكوتيبر كيقول لك شخصني شي حاجه حلوه زائد الملح دونك كنحط البيض او لا تورتيا او لا جنسيبا اللي درتو ولا بيبي مشحر ولا نابورتو كوا درتو ضروري خصني نحط معاها الزبده والكونفيتور والشوكولات و جنسيبا المهم هادشي ضروري ضروري شي حاجه حلوه من مورا داكشي الملح. نعم دكتوره واخا اذا السؤال ديالك واضح والحاله اللي كتحكي لنا راه هي الحاله اللي كيتقاسموها وكيعيشوها الكثير من الاسر المغربيه على ما كيدخلوا الوليدات من المدرسه على ما كيدخل الزوج من العمل يعني اوقات مختلفه اذا دابا السؤال واش هاد العاده صحيحه او خصهم يغيروا منها باش كتنصحي وفاء ولا لا وفاء بغيت غير نفهم فين كاينه لوبليغاسيون علاش ضروري ومؤكد الحلو والمالح وبهذه الطريقه سي 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 راه تخلطوا شي حاجات اللي ما كيتخلطوش انتوا ما تخلطوش لا 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 فيسك هو خصو ضروري الكوطه كيقول انا ندير الكوطه عاد ننسى شاني ما يمكنليش ندير الكوطه وعاد ننسى عندك الحق عندك الحق راه هو خصو يفهمها دابا ربينا كنبدل شويه صغير المهم حاجه حلوه واخا تكون غير مثلا درت كيك باغ اكزومبل المهم تشو دو 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 غوتي كون سكري ماشي ضروري يكون خبز لا كونفيتو جو سي با واخا نعطي مثلا حطيت فيها شطه باغ اكزومبل درت بيبي تاع باغ اكزومبل شحال ولا لي بات ولا شي حاجه تاكل ما كاينش شي حاجه حلوه كوم كيكه فاكهه شي 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 حاجه المهم شي حاجه حلوه من غير الديسير من غير هذاك ما محسوبش هذاك لا من غير بغصو شي حاجه حلوه واخا حنا دابا خصنا نسمعوا دكتوره سناء يلا بقات لي جوج دقائق لينا عندنا القرعه ودكتوره سناء باش نعاونوا وفاء وكل السيدات اللي بحال وفاء كيفاش تلقى هذا التوازن ما بين الرغبه ديال الزوج ديالها في المذاق حلو شي حاجه حلوه وهي ما باغاش دير الكوتي غادي تشدي الفواكه تكونجليها وتجبديها تطحنيها ديك الساعات وديري ليه صغبي بحال غيحس بها بانه راها ديز اون غلاس ولا هذا وهي راه غير فواكه غير حيت متكونجلات وهذا كيحس بها وما تزيدي فيها لا سكر لا والو يحس براسو خدا شي حاجه زوينه انا داري خصك ترجعي لهاد المسائل او شي حاجه تصوبيها بفواكه جافه بدون سكر اضافي رجعي ديري ليه شي حوايج هكا لان حتى الاطفال صعيب عليهم الحال كياخذوا الكوتي ملي كيدخلوا تكلمتي غير على العجائن كتقولي يا اما حرشه او كيك او هذا او هذا يعني حتى هما ما مسانسينش ياخذوا الفواكه في ديك الساعات مع انه دابا انا تنقول لكم ما كرهتش الوليدات وحنا كاملين نتعلموا ناخذوا الفواكه فين يدخلوا الاطفال ديالنا لانه تنظن هذيك هي الوقيته ديالهم وبالنسبه للوجبه ديال 8 8 ونص صافي راه دخلات وقت العشاء ما بقيناش نهضروا على الكوتي الكوتي راح يضر مع الخمسه ديال العشيه 6 على اكثر تقدير مشات الله يسامح ما حضرناش في 6 العشيه الله يسامح ودخلت الوجبه ديال العشاء ديك الساعات كيف قلت لك يا اما ديري لي شي حاجه هكا يا اما على الاقل انت والاطفال حاولوا تفادوا وتنظن بانه الا شافكم انتوما ما بقيتوش كتاكلوا بحالو حتى هو غادي يقولوا علاش مالي انا على حالتي بوحدي وتا هو غادي يتبعكم ولكن بداية انت يا لالا وفاء انت يا رئيس الناحيه واش 6 العشيه وقت اللي ولا شويه متاخر لانه ساعه من بعد او ساعه ونص من بعد غنعطيوهم العشاء نورمالمون راه متاخر ولكن بعد النوبات كاينين شي وليدات خاصه في الكوليج ولا الليسي فوقاش مساكن بغيتيهم ياكلوا راه حتى للسته عاد يمكن لهم يوصلوا للدار خص غير شي حاجه اللي تصبرهم باش يقدروا فاكهه ما لقاوش ما حسنش الفواكه يصبروا حتى لديك ساعه ونص من بعد فين غياخذوا اذا الفاكهه على اساس انه اليوم الكثير من الدراسات كتبين باش الانسان والجسم الانسان يستفد من الفواكه ما كاينش ما احسن انكم تاخذوا الفواكه قبل الوجبات يعني الفاكهه تكون بوحدها معزوله على الاكل الاخر ما تبقاش تاخذ كديسير من بعد وجبه كامله حنايا الان باش غادي نخرجوا دكتوره سناء العناني اهم نصيحه اليوم حنا كنتكلموا على الكاسكروت التوقيت ديال الكوتي توقيت مهم الكميه اللي كناخذوا في الكوتي غالبا المشاكل ديال الناس اللي عندهم زياده في الوزن كلها كترتب على اشنو كياخذوا في الكوتي انا واحد النوبه حضرت عند واحد الصديقه ديالي قالت لي اجي عندي لداري باش تفهمي كيفاش كيدوز الكوتي تخلعت داكشي ما بقاش بغى يوقف هادي زائد انا ما قدرتش نتبع داك الريتم ولكن اليوم بقات فيا لان اليوم وهي سن باقي صغير جاها مرض السكري وجاها بحده
عندها دهون اللي دايره في المصران ودايره في هذا، لان داك الطريقه اللي كانت كتاكل بها داك الكوتي انا كنت عارفه بان ماشي غير مجرد مشكل شكل خارجي، بل داك الشيء كياثر على الصحه اكثر من الشكل الخارجي. بدنا نردوا بالنا غادي نتابعوا